عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. ياكم السيد حسين انا ما بقول. طبعا نرجع لكم في فيديو جديد شروحات. طبعا من زمان من زمان على الشروحات، وانا ما رجعت للشروحات الا واحد طلب مني هذا الشرح. طبعا قبل انا ابتدي يا شباب لايك واشترك في القناة لك مشترك. وطبعا اليوم موضوعنا يا شباب عن القيود، أين ذهب القيود في الـ iOS 12؟ كان قبل القيود لما ندش الإعدادات تلاقيه في عام تحصله تقريبا تحت إمكانيات وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هو المفروض مكانها هني بالضبط هذا المكان، فهم غيروها في الإصدار الجديد اللي هو iOS 12 تغير محلها. وين صارت؟ تدرون وين صارت يا شباب؟ لو تنزلون تحت بتلاقون هني مدة استخدام الجهاز. القيود تفصل وتجزأ بشكل خيالي. شوفوا يا شباب، هذا مدة استخدام الجهاز، هذا تستفيد منه مو بس في هذه الشغلة، يعني اللي هي شغلة القيود وما القيود اللي هي شغلة الشيء القبلي، لا، هذا لو انت مثلا كان عندك طفل، تمام، انت تقدر تحدد له وقت واي تطبيق يدشه، وتقدر تحدد له وقت يعني كم يريد ساعة. فاول شي شباب تبون تفعلون القيود، طبعا اذا بتفعلونه حتى بتسوي على التشغيل او بتسوي فرمتة للجهاز لازم يطلب منك هذا القيود، فهو بيكون غير. طبعا تضغط على هذه الزرقة اللي تحت، نضغط عليها قبل شوي عشان تفعله، وطبعا بيكون من 4 أرقام وغير عن رمز الدخول لازم تخليه. هو يعني عادي، بس لو كان طفلك مثلا يعرف رمز الدخول فانت ما بتستفيد شيء. فانا مثلا بحط 9098 مثلا تكرره زين. وبعدين يا شباب انا الحين مثلا امضي طفلي البرامج هذه، لين هذه كانت الميزه القديمه، البرامج هذه لين ما يحذفها، ما يطلع عليها اكس نفس الحين. ادش على الاعدادات من جديد، في خيار اسمه تضغطون عليه، خلنا نكبر حق الرب يكون فهمكم ازيد. قيود المحتوى والخصوصية، هل لازم بتكون مشغلة؟ هذه الشراء من ابل ستور وايتونز ستور. طبعا هذه وش فائدتها؟ لما انت تجي تشتري من الابل ستور، اوكي، تشتري من الابل ستور سواء تطبيقات يعني بفلوس او ببلاش، ما تنشتر او ما تنشتر ما تقدر تنزلها، يعني طفلك ينزلها بس انت تنزل عليها. انت لما تضغط عليها بتلاقي كم خيار داخل. طبعا هذا تثبيت التطبيقات هذه اللي قلت لكم عنها، وهذه حذف التطبيقات هذه اللي قلت لكم عنها بعد، هاي لو تخليها عدم السماح طفلك ما يقدر يمسح ابدا ولا شيء. مثلا اليوتيوب شوف يقدر يحرك، يقدر يسوي اي شيء، بس اما يمسح ما يقدر يمسح، تمام ياي اوكي. طبعا هذه ميزه قديمه. الميزه الجديده اللي تكون داخل، انا الحين برجعها، تشوفوا برجع هذا، تضغط على الشراء من داخل التطبيقات وتخليها هذه السماح، تمام. انا رجعتها الحين اوكي. طبعا الحين يا شباب وش ليش يعني سموه مدة استخدام الجهاز؟ طبعا اذا انت كتب بجهازك يعطيك تقارير اسبوعية هل خفت من استخدام الجهاز او لا، بس انت كل عليك تجعل هذا. احل شوفوا يقول لي انت حاليا يعني في هالفترة اللي ما بنت الايباد منها صار لك 4 دقائق، الاعدادات صار لك 4 دقائق بعد ما سويت شيء، وانا انا قاعده اصور، تمام. هذا هني اللي تحته وقت التوقف، طبعا هذا للكبار، يعني اذا انت كنت تبي وقت تحدد لك لاي تطبيق، تمام، تحدد لك. فانا ما بشرح عن هذا لانه بيكون الشرح طويل. في مناخذ على كلمة حدود التطبيق، طبعا هذا شلون تفعلها لطفلك؟ يا تفعلها من الايباد ماله او تجي من وينه، الاي كلود، تضيف من خيار العائلة، تمام، تضيف الاي كلود، وبعد ما تضيف الاي كلود انت
تقدر تتحكم بجهاز طفلك وهو يعني في الوقت المحدود. فشوفوا مثلا هذه الحين تضغط على حدود التطبيق، اوكي، بعدين شو تسوي؟ تضغط على هذه الكلمة، تختار التطبيقات اللي تريد مثلا تبغي ابنك ما يستطيع دخولها، اوكي، ما يستطيع دخولها الا بوقت محدد. يصير شوفوا شباب كل التطبيقات والشبكات الاجتماعية، مثل يعطيك هنا مثل نمبر بوك، سوشيال، فيسبوك، فيس تايم، الالعاب. مثلا انت طفلك تبي بس الالعاب، تحدد له وقت لانه كله يلعب، مثلا تضغط على كلمة اضافة، بعد ما تضغط على الالعاب. الحين اهني بيقول لك وش حدد وقت الى ولدك في هذه اللعبة مثلا او في دينا الالعاب. فانا بحدد مثلا دقيقة واحدة فقط علشان التشيكينج، تمام، او التجربة. وتحت تخصيص الايام، هذه وش فائدتها يا ترى؟ اذا تضغط عليها بيقول لك مثلا 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 يوم الاحد، انزين، يوم الاحد يلعب في دي اللعبة دقيقتين، يوم الاثنين يلعب في دي اللعبة 5 دقائق، كذي عرفتون؟ وهني الوقت اتعدله، انا ما بحطه ساعتين، بحطه دقيقة مثل ما قلت لكم بالضبط. هذه كلمة حظر عند الحد لازم تحطونها علشان الطفل اذا خلص التايم حقه او هذا يطلع، يعني ينطلع من اللعبة. شوف خلاص احنا كملنا، تضغط باك باك تطلع. بعد هذه الدقيقة من اللعب اشعار مثل ما تشوفوا، تحقق من الوقت، بقي 5 دقائق للالعاب اليوم. يعني شنو؟ يعني بقول لك هني يجي اشعار الطفل انه باقي 5 دقائق. انا ما ادري ليش ما صارت دقيقة، صارت 5 دقائق. فبعد ال5 دقائق تلعب، فبعد ما اكمل من لعبتي هذه 5 دقائق في العب برجع عليكم برايكم وش يصير بالضبط حق تفهمون زيادة. شوفون بعد انتهاء الوقت وهو قاعد يلعب، الطفل وهو قاعد يلعب بيطلع له الوقت المحدد. زين الحين لو يطلع من اللعبة، شوفوا يا شباب هذه اللعبة، شوفوا شلون ماينكرافت تحددت. عندك باقية الألعاب، هذا لين مونتاج، هذا لين كلهم ألعاب، تمام. بس هذا الجراند، إنزين، هذا الجراند أصلا ما تشتغل، وأنا محملينها يعني شلون أقول لكم، كترفيه أو مو ترفيه، يعني بس كذي محملينها من متاجر من برا، شرحت عنها سابقا. أوكي أرجع للشرح. أحب مثلا أخوي أنا بلعب ماينكرافت، ما أقدر. شوفوا أنا بلعب ماينكرافت، يضغط على هذه مثلا الزرقاء بيطلع عليه وش، اطلب مزيدا من الوقت، يعني روح قل لأبوك أبو ألعب زيادة، عرفتون شلون؟ فيجي مثلا الأبو تخرب الدخول مدة استخدام الجهاز، تمام، زين، يكتب الوالد رمز استخدام هذا، مدة استخدام الجهاز أو القيود، وبعدين يقول له كم تبى تلعب، مثلا ربع ساعة، يضغط على ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بريد يطلع عليه هذا الشيء. فهذا الشيء جدا ممتاز، ولا وتقدر تتحكم به من جوالك انت يا الابو. فالحين احنا بنشيل الميزة، تروح على الاعدادات، مدة استخدام الجهاز، وبعدين انا بوقفه، يعني ما احتاجه حاليا، تضغط على الزرقاء من جديد، تضغط على الحمراء، وبعدين تدخل رمز الدخول وخلاص. يعني كان لابنك تدخل على هني والالعاب تضغط عليها وتسوي لها حذف، وبعدها خلاص بيرجع تلفونك كلش سليم ما في شيء، وحتى الالعاب يقدر يدخلها ويلعب وكذا وكذا وكذا. فوصلنا للختام، ادري يمكن شوي طولت عليكم، لا تنسوا